يعني عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها، بس اسمح لي يعني هنروح لتفصيله بعيده شويه، بعد كده نرجع بقى ندخل في تفاصيل المباريات تحديدا اللي اتلعبت امبارح. بس تفصيله كانت بتتكلم عنها نهاوند في الجزء الاول من حلقه النهارده، فكره ان لعيب يكون بجد استثنائي في كل الامور وعامل اللي عليه وزياده، والى حد بعيد بتضيع مجهوداته دي لمجرد انه فريقه ما حققش مثلا مركز متقدم او ما فازش بالدوري او بدوري ابطال. انا بتكلم على محمد صلاح وبتكلم تحديدا على جائزه الكره الذهبيه، فدي نقطه فعلا جديره بان احنا نقف عندها ولو لثواني. هي مشكله الجوائز الفرديه ان ملهاش معايير، يعني هي فكره، هي غالبا اغلبها بيبقى بالتصويت، يعني بالون دور من ضمنهم بالتصويت، تصويت صحفيين، مجموعه صحفيين من كل انحاء العالم بيتبعت لهم الشيت وهو بيختاروا بناء على رايهم، مفيش اي معايير بيختاروا بناء عليها. فدي هي دي المشكله، يعني بنلاقي سنه مثلا يقول لك اصل مودريتش خدها عشان ريال مدريد خد الشامبيونز ليج وكرواتيا وصلت نهائي ده كاس العالم. طب الاداء الفردي اخباره ايه؟ لا السنه اللي بعدها ميسي، طب ميسي ما خدش ولا بطوله؟ لا بس هو اداؤه الفردي افضل لاعب مش افضل فريق. بالظبط. طب ما ده ممكن يخلي بقى ان جايزه مثلا ذا بيست مثلا اكثر مصداقيه من الكره الذهبيه. ده بس عشان فيها اللي مانحها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم مش مجلة، وعشان فيها اكتر من كاتيجوري، يعني بيبقى فيها جزء للجمهور وجزء للصحفيين وجزء لمدربين وكباتن المنتخبات، بس ستيل برضه هي تصويت، فهي ستيل يعني عارف مفيش معيار محدد. بالظبط. من ما احنا لو بنتكلم مثلا على السنه دي كاداء فردي لمحمد صلاح، فهو هداف الدوري الانجليزي، اكتر اسيستات في الدوري الانجليزي، واخد كاس انجلترا لو بطولات بقى، واخد كاس انجلترا وكاس الرابطه، واصل نهائي تشامبيونز ليج، خسران الدوري بفرق نقطه واحده، دوره مؤثر في كل الماتشات. فطب انت عايز تنكت اكتر من كده ايه؟ وارقام قياسيه بتتحط. بالظبط. ممكن يكون بنزيما طبعا برضه عمل موسم استثنائي، واعتقد انه يعني يستحق حتى لو هو خدها، وهو تقريبا يعني شبه انه خدها خلاص، يعني يستحقها طبعا. لكن صلاح مينيمم في التوب 3، يعني ان ما كانش الثاني فهو لازم يكون في التوب 3 على اقل تقدير. لكن زي ما بقول لحضرتك، هي المشكله ان مفيش معايير، مشكله ان هي الموضوع يعتمد على انا داخل اصوت النهارده فصوتت لفلان. انا بحب كريستيانو فصوتت لكريستيانو، انا بحب ميسي فصوتت لميسي. دي حقيقه، هي بتقاس بهذا الشكل ومدى التفاعل مع الصحافه كمان وغيره.